كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير يا رب، الله يعيد علينا وعلى المسلمين جميعا بالخير. اللهم امين. لمين جاي الضحى؟ والله وكالي عن اخي، وكلني فيه للخروف لنضحي عنه باذن الله. كيف شايف اقبال الناس على الضحى هاي السنه؟ والله في اقبال، ولكن كل ما له انا حايس كل سنه عم بتخف اقل، يعني الاقبال عم يصير اقبال اخف على الاضاحي، يمكن من صعوبه المعيشه الماديه او كذا، ففي اقبال ضعيف شوي. كل عام وانتم بخير مره ثانيه، والله يعطيك العافيه. الله يعافيكم يا رب. كيف اقبال الناس على الضحى هاي السنه؟ والله كثير ضعيف. السبب؟ السبب اسعار في النار غالي، والعالم الله يكون بالعون ما معهم، اكثريتهم عم تاخذ المنظمات وتشتري يوم وتتبعهم. يعني اختلفت الاضاحي هاي السنه عن السنه الماضيه؟ كثير كثير كثير. السنه الماضيه كان في اكثر، بس هلا اقبال ضعيف جدا. يلا الله يعطيك العافيه وكل عام وانتم بخير. الله يعافيك من السلامه. والله انا جاي اضحي بالوكاله لاشخاص وكلونا باضاحي، والحمد لله رب العالمين مشي حال وضحينا، الحمد لله رب العالمين. الله يتقبل يا رب. ومنكم صالح الاعمال يا رب. كيف شايف اقبال الناس على الضحى هاي السنه؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني بارتفاع الاسعار والمعيشه صعبه وقله العمل والبطاله الموجوده عندنا هون، يعني ماشي حالها مقبول يعني نوعا ما. الله يتقبل يا رب مره ثانيه وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير، اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. لمين جاي الضحي؟ والله في اخ وكلني اضحي له وضحيت له، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. الله يتقبل يا رب. حياكم الله جميعا، بارك الله فيكم، نسال الله يتقبل منا ومنكم. امين. كيف شايف اقبال الناس على الضحي هاي السنه؟ الحمد لله رب العالمين، اقبال جيد واضاحي كثيره وخير كثير، الحمد لله رب العالمين. الله يتقبل وكل عام وانتم بخير مره ثانيه. حياكم.